قول شنو سووا فيك؟ قول قصتك شلون طلعت؟ نزلونا احنا اربعة انا وثلاثة دكاترة وياهم اربعة ثلاثة دكاترة وواحد سألوا احنا اربعة قالوا ما يكفوفين انت وش تشتغل وانت وش تشتغل وش وظيفتك؟ انا دريول انتوا لك تخلون الاسلحة في السيارة ما كنت تقول في مطعم والسنة دحين كل كلمة ضربة كل كلمة ضربة وقفوكم سوينه الفاتحة ما قديش من الناقة على اليسار ما في بعد ما تكاثر شلون ضربوك؟ ضربوني أمر على السرب هذا أعطيك كف يمين وهذا كف يسار وقفونا عند الطمس وتشوت في الكفر أنا خلاص طلعتنا على وجهنا وضرب بس ما قلت وين يجيك كم واحد ضربك؟ والله ما انا جنتين كده ما ادش ما انطر انا وجهي من اللي طرعني جودنا هذه اللي جودنا كل سنة وانا صرت تحت ركبنا اه اشتكى الى الله